طيب، والآن أنا فكيت العوازل يعني سخنته شوي، فكيت العوازل. الآن بدي أخذ البيانات، بيانات التوصيل على الكولكتور عن طريق الجلولر. الآن أنتوا عارفين كل ملف موجود هون له بداية وله نهاية على الكولكتور. حكينا انه اللف طبقة واحدة، يعني لف، يعني ملف من جهة اليمين وملف من جهة الشمال، يعني ملفين موجود في المجرى بالكامل. فالملف الاول له بداية ونهاية، والملف الثاني له بداية ونهاية. احنا كل اللي بنعمله بنجيب قطعة حديد رقيقة زي هيك، مثلا هاي حديدة محول، وبنيجي على زاوية ملفين، يعني هاي زاوية ملفين، ملف جاي من اليمين وملف جاي من الشمال، على زاوية ملفين، وبنحط الحديدة الآن بهذا الشكل، وبنشغل احنا الجلولر. طبعا هون بهذا الشكل بندور احنا على ملف او زاوية ملف تكون صالحة مش محروقة، يعني ما بتوصل لما احطها. انا مش موصلة الآن، مش موصلة، والآن ببدأ أوصل بين اللمات على الكولكتور. طبعا هاي الوصلات اللي أنا كنت موصلها رفعتها لفوق، قطعت معي واحدة بس، الباقي كله موصول. الآن نبدأ نعمل توصيل بين اللمات بهذا الشكل، بأي حديدة بنوصل بين لمتين، بنعمل بينهم تماس على أساس إنه إحنا نسكر الملف الموجود بالمجرى، نوصله في بعضه. بالتالي بعطيني مغناطيس، إذا أنا سكرته بعطيني مغناطيس في المنطقة هاي، فبتصير هاي الحديد الرقيقة تصير تهتز نتيجة حدوث المغناطيس. الآن هي ما بتهتز، لما أنا أسكر الملف أوصل الملف أعمل عليه تماس بيصير فيها مغناطيس في الملف، مغناطيس، فبتصير هاي الحديدة المغناطيس يلقطها، بالتالي بعرف انه بداية ونهاية الملف موجودات على هاي اللامة. والان ببدأ اوصل بين كل لامتين، هنا هاي الحديدة ما تحركت، وهنا كمان الحديدة ما تحركت، وهنا كمان الحديدة ما تحركت. الان الحديدة، لاحظوا الان الحديدة مسكت لقطت. لاحظوا لحظة، بس اشيل ايدي انا راح التوصيل ما في لقط، بس ارجع اوصل بينهم في توصيل. طيب اذا انا هيك بفهم انا انه اللمتين اللي هون اللي انا عملت بينهم تماس هم وصلات في ملف من الملفات الموجودة في المجرى هذا. طبعا احنا بنعلمه المجرى، بنعلمه بأي شيء، خلونا نعلمه هيك هسه حاليا. اذا عندي انا ملفين، اذا بداية ونهاية احدى الملفين هؤلاء موجودين على اللامتين اللي وصلناهم هون عملنا عليهم تماس. طيب احنا حكينا ملفين، ملف من جهة اليمين وملف من جهة الشمال. طيب اللمتين اللي عملنا بينهم تماس هم للملف اللي من جهة اليمين ولا الملف اللي من جهة الشمال؟ الآن بنبحث عن نقطتين أخريات بيوصلوا لما أعمل عليهم تماس، بيوصلوا كمان على باب المجرى هذا، نفس الشيء نفس الطريقة الأولى. وبنعرف انه هذول اللمتين رح يكونوا في الجهة المقابلة، طبعا بنعرف انه هذول اللمتين للملف الاخر. اذا احنا حددنا 4 لمات للملفين الموجودات في المجرى. في الاخر بس نخلص، بنقطع سلك من احد الملفين، بنقطع سلك يعني بنفصل ملف من الملفين، ومرد نرجع نفحص كمان مرة بنشوف اي لمتين فصلوا، يعني اي لمتين فصلوا. طبعا احنا بنعلم اللمتين اللي من اليمين واللمتين من اليسار، وبعد ما نقطع سلك بنشوف اي لمتين فصلوا، فبكون هذول اللمتين اللي فصلوا هم بداية ونهاية الملف اللي احنا قطعنا سلكه. خلونا نشوف كمان مرة، طبعا احنا بدي اعلمهم الان.
طبعا اللمتين هاي هم هذول، هاي لامة، هاي لامة الآن، وهاي لامة. خلوني أحكيهم أنا بس أي شيء. الآن احنا بنعلمهم اي شيء، يعني لو جبنا قلم وعلمناهم بقلم، لكن انا مش لاقي القلم بصراحة. طيب خلوني انا احط الكوليكتور هيك. الان خلونا بس نرجع نتأكد انه اللمتين صحيحات. نعم هذول اللمتين اللي علمتهم صحيحات. الآن بنبحث عن اللمتين اللي من الجهة المقابلة. لاحظوا هاي هم اللمتين، لاحظوا بس أوصل أنا بينهم. إذا بعلم، عفوا، إذا بعلم اللمتين اللي هون كمان. بعلامة خفيفة. إذا إحنا علمنا لمتين من هون، وفي المقابل بالضبط بكون علمنا كمان لمتين مقابلهم. الآن بدنا نقطع سلك من الملف ونشوف اي اللمتين اللي بيفصلوا. طبعا اقطع لك سلك واحد بكفي. خلوني بس اجيب النظارة. الآن قطعنا سلك من الملف اللي الأول اللي بالوجه الأول. الآن بنرجع بنشوف أي اللمتين اللي بتفصل. فاللمتين اللي بيفصلوا معانا الآن هم بكونوا بداية ونهاية الملف اللي بالوجه اللي قطعنا سلكه. لاحظوا في تماس. الآن هاي الجهة فصلت، لاحظوا ما في توصيل. الآن هاي بوصل بينهم، ما في صوت توصيل نهائيا. إذا بنفهم احنا انه الآن الملف اللي بالوجه بدايته ونهايته عند اللمتين اللي فصلوا، لأنه احنا قطعنا سلك. بما ان قطعنا سلك إذا هذا الملف فصل، فالآن بدايته ونهايته موجودات على اللمتين اللي فصلوا بهاي الجهة. والدليل انه اللمتين اللي كانوا موصلات من الجهة المقابلة ما زالوا موصلين معانا. لاحظوا الآن، الآن ما في توصيل. لاحظوا بس اوصل بينهم. الآن وصلت، اشيل ايدي ما في توصيل. لاحظوا بس اوصل بينهم، بوصل. واللمتين اللي من الجهة المقابلة اللي كانوا موصلين الآن فصلوا، ما في توصيل. طبعا هيك احنا قدرنا نحدد انه الملف اللي بالوجه هذا الملف بدايته ونهايته موجودين على اللمتين اللي من هون. بالتالي رح نبدأ احنا بدايته هون ونهايته هون. الآن انا نسيت اقولكم على شغلة، انه كيف بدنا ناخذ اتجاه اللف. اتجاه اللف طبعا احنا بنطلع في اخر ملف بالوجه، اخر ملف بالوجه اللي هو هذا، يعني اخر ملف لفته الشركة، اخر ملف لفته الشركة. بننظر الى الملف اللي تحته، الملف اللي تحته مباشرة.
فبنشوفه احنا لفينه قبله ولا بعده، يعني قبل الاخير، لفينه قبل الاخير ولا بعد الاخير. يعني الان لاحظوا انتم هاي الملف اللي تحت، الشركة بتكون لفته بالاول وبعدين رجعوا مجرى للخلف لجهة الشمال ولفوا الملف الاخير، ولفوا الملف الاخير، لفوا هذا الملف اللي تحت بالاول، بالاول لفوا الملف الموجود اللي تحت، هذا هو، هذا هو، لفوه وبعدين رجعوا مجرى لجهة الشمال، رجعوا مجرى لجهة الشمال ولفوا الملف الأخير اللي هو بالوجه هون. إذا اتجاه اللف عندنا هون شمال، اتجاه اللف شمال، وزي ما حكينا القاعدة بتقول إنه النهاية دائما بتكون ماشي باتجاه اللف. إذا إحنا عندنا اللمتين اللي شفناهم هون، اللي حكينا عنهم هون، بتكون البداية من هون من جهة اليمين والنهاية باتجاه اللف اللي هو شمال. يعني البداية بتيجي هون، سلك البداية بيجي هون وبننزل بنلف الملف وبنرجع بالنهاية باتجاه الشمال، باتجاه الشمال. هاي هي الآن بنفكه وبنعده وبنشوف كيف بدنا نرجع نلفه بكل أريحية. طبعا الطريقة الثانية انه بالنظر، ما دام السلك بيكون سميك شوي انت بتطلع بتنتبه وين النهاية طالعة وين رايحة. الآن يعني مثلا هو المشكلة أنا عشان عامل وصلات ولافف على تحت الكولكتور مش واضح معاي بالعين، فأنت بتستخدم يا طريقة العين يا كذا، وأنت بتلف بتفك لك ملفين ثلاث أو أكثر يدوي، بتشوف البداية والنهاية وين واصلة وبتفكها، وبتفك بإيدك لفات وبترجع على البداية، فبتعلم البداية والنهاية مع المجرى اللي انت فكيت منه، هيك بتعرف انه وين بدك تبدأ باللف وين بدك تنتهي بالنسبة للمجاري. الآن خلوني بس انا افكه وارجع ان شاء الله لكم على اساس نجهزوا للف. خليكم معنا ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.